يقول هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة بقصد أن تجمع النساء للصلاة مع العلم بأن هذا في داخل المدرسة ولا يسمعها إلا من حولها لينتبه، وإذا كان لا يجوز فكيف تجمعهن للصلاة يا شيخ؟ النساء لا تقيم، لا تؤذن ولا تقيم، هذا من حق الرجال فقط، وإنما يصلين من غير أذان ومن غير إقامة، ولهن أن يصلين جماعة ولهن أن يصلين متفرقات، ولا داعي إلى تجميعهن، من اجتمع منهن فإنهن يصلين جماعة، ومن لم يجتمع فإنه يصلي وحده، وليس عليهن في ذلك جناح ولا حرج في صلاتهن جماعة ومنفردات، إنما الجماعة تجب على الرجال. نعم.